السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، ورغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الإسلامية، يصر الفلسطينيون على أداء الشعائر الدينية في رحاب المسجد الأقصى وسط دعوات لشد الرحال إليه ومطالبات للمجتمع الدولي بالتحرك الجدي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات في مدينة القدس المحتلة. بعدما أثبتت الوقائع ضلوع الاحتلال الصهيوني في الاعتداء على إحدى منشآت إيران النووية، أعلنت طهران على لسان رئيسها حسن روحاني أنها ستقوم برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وكذا تركيب أجهزة طرد مركزية جد متطورة. مريم دلو. الرد الإيراني على استهداف منشأة نطنز النووية بأصفهان لم يكن فقط بتوجيه سهام الاتهام إلى الكيان الصهيوني التي توعدته بالرد في المكان والزمان المناسبين، فقد جاء أيضا بإعلانها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتركيب أجهزة طرد مركزية من فئة جديدة. وبالفعل يعني هذا التصريح يأتي بالاتجاه الصحيح، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من اعتدى بهجوم إرهابي على قاعدة أو منشأة نطنز النووية الإيرانية. وهنا يحق للجمهورية الإسلامية أن ترد الصاعصعين بإعلان رفع نسبة التخصيب إلى 60% بدل 20%، وأيضا بتركيب طرد مركزية جديدة. الهجوم بصاروخ بعيد المدى على سفينة للاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل الإمارات في الخليج العربي لا زال محل جدل واسع، خصوصا في ظل غياب تأكيد رسمي إيراني، هجوم يرجح البعض أن يكون للكيان الصهيوني يد فيه لتوريط طهران، سيما وأن المنطقة تحت حراسة كبيرة من قبل قوات أمريكية. طيب، هذه المنطقة مراقبة منذ فترة طويلة، وهذه الإجراءات تفرض عليهم بإجراء نوع من التدقيق الإضافي. هم متورطين في هذا الأمر، إما بلاك ووتر أو الصهيوني يحاول إصاغة فيلم هوليوودي من أجل تجريم الجمهورية الإسلامية وجره كبصمة أنه هو من قام فيها. وفي ظل تمسك إيران بتطوير برنامجها النووي، يقف الكيان الصهيوني بحزم في معارضته لتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة إلى الاتفاقية النووية التي تعود للعام 2015 مع إيران، والهجمات الغامضة المتتالية آخرها على منشأة نووية إيرانية هي رسائل مشفرة ليست لإيران فقط بل للقوى الكبرى، مفادها أن أمن واستقرار إسرائيل فوق أي اعتبار. في موضوع آخر، تتوجه تركيا ومصر إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بعد خلاف دام لقرابة 10 سنوات. وقال وزير الخارجية التركي أحمد جاووش أوغلو إن تركيا ومصر ستدخلان مرحلة جديدة ستشهد فيها زيارات متبادلة في الفترة المقبلة. بعد قطيعة وتوتر في العلاقات دامت لما يقارب العقد من الزمن، صفحة جديدة تفتح اليوم بين مصر وتركيا، فبعد أسابيع من المهادنة وتبادل عبارات التقارب بين مسؤولي البلدين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستدخل مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر. Öncelikle ilk orta ve lise. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. كيف بدأت الخلافات بين مصر وتركيا؟ Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam etti. هي واحدة من التصريحات التي هاجم فيها الرئيس التركي نظيره المصري. حملة أردوغان على السيسي تعود بالتحديد إلى جوان 2013، تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر، الإخوان الذين تبنتهم تركيا ومنحتهم امتيازات عالية وصلت إلى حد إنشاء منابر إعلامية. halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken. فتيل الحرب بين مصر وتركيا اشتعل أكثر بسبب خلافاتهما على ليبيا، حرب المصالح والنفوذ دفعت الرئيس المصري حينها إلى الخروج والتهديد علنا للنظام التركي. وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب
من كافة الأراضي الليبية. خلافات وتصادم في العلاقات وصل إلى أبعد الحدود، عززتها الطبيعة النظامين التركي والمصري المتنافرين، تضاد يبدو أنه في طريقه إلى الزوال عبر مساعي إعادة العلاقات إلى مجاريها وإذابة الجليد بين مسؤولي البلدين. دعا رئيس الوزراء السوداني نظيره المصري وكذا الإثيوبي إلى عقد قمة خلال 10 أيام لتقييم المفاوضات حول سد النهضة بعد الوصول إلى طريق مسدود، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في السودان التي أفادت أن رئيس الوزراء طالب بعقد قمة للاتفاق ومناقشة الخيارات الممكنة. وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على مرسوم جديد صادق عليه مجلس الشعب الصومالي لتمديد فترة حكم الرئيس والبرلمان لمدة 2 إضافيين، جاء ذلك على خلفية تعثر إجراء انتخابات جديدة في الصومال. عابر ربيع. من دون انتخابات، الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو يقرر تمديد فترة حكمه لعامين كاملين بعد توقيعه على مرسوم صادق عليه المجلس الشعبي الصومالي بغالبية الأصوات، خطوة مفاجئة أثارت الكثير من الجدل وخلفت ردود أفعال داخلية رافضة وسعت أكثر من فجوة الخلاف بين القوى السياسية. نستطيع القول أن الصومال هو منقسم إلى بورتلاند والصومال في مقديشو، وعدم استقرار الحكم يأتي في هذه، هي فكرة دائما للأسف نقولها، هي فكرة عدم القدرة على تداول في السلطة بين من يتولى السلطة يريد أن يتمسك بها إلى الأبد. قرار تمديد ولاية الرئيس في الصومال الذي وصفه رئيس مجلس الشيوخ الصومالي بالإجراء غير الدستوري خلف أيضا موجة استنكار دولية وإقليمية، حيث وصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالخطوة المخيبة للآمال التي قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد. أعتقد أن الصومال الآن والقيادة الصومال سواء بالنسبة للبرلمان أو لرئيس الصومالي الذي مدد لنفسه سوف يجد هناك عقوبات سواء عن طريق الاتحاد الأفريقي أو عن طريق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وكانت ستشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 8 فبراير، لكن خلافات الحكومة الفيدرالية داخل البلاد حالت دون ذلك. إلى النيجر الآن، حيث لقي 20 طفلا حتفهم بسبب حريق اندلع في مدرستهم بالعاصمة نيامي، وقال جهاز الدفاع المدني النيجيري إن أسباب الحريق لا زالت مجهولة وأن قوة النار كانت هائلة ولم يتمكن الأطفال من الإفلات من ألسنة اللهب. توفي أمس رئيس الدوري لتنسيقية الحركات الإزدوادية سيدي إبراهيم والسيداتي متأثرا بإصابته جراء اعتداء مسلح، وفق ما أكدته مصادر عائلية وطبية، وقالت إنه تعرض للاغتيال أمام منزله بالعاصمة المالية باماكو من طرف شخص مجهول على متن دراجة نارية. ويرأس ولد سيداتي لجنة متابعة اتفاق السلام الموقع في الجزائر بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية المسلحة التي تسعى إلى استقلال إقليم أزواد. انتقد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي جون بول لوكوك انحياز السلطات الفرنسية للاحتلال المغربي، معتبرا قرار الحزب الحاكم بافتتاحه فرع له في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية استهزاء بحقوق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة، داعيا الحكومة الفرنسية للعودة إلى طريق العدالة وإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية. عادات وتقاليد الشهر الفضيل قد تكون سببا مباشرا في ارتفاع نسبة العدوى بفيروس كورونا في الدول العربية، والمختصون يحذرون من تراخي المواطنين في تطبيق البروتوكول الصحي. كريم أشتوطة.
العالم العربي والإسلامي يستقبل شهر رمضان في ظل انتشار موجة ثالثة لفيروس كورونا في عدد من دول العالم. عدد الإصابات ونسبة الوفيات بلغت ذروتها حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية. فهل ستؤثر عادات وتقاليد الشهر الفضيل على الوضع الوبائي في الدول العربية؟ المجتمع العربي والمجتمعات الإسلامية مرهونة ببعض الطقوس الخاصة بشهر رمضان من خلال الأسواق الأسبوعية والأسواق اليومية اللي تعرف نشاط معتبر وكثافة في التحرك البشر، وبالتالي هناك احتمال العدوى يزيد بشكل كبير جدا، وكذلك من العادات الموجودة في المجتمع الإسلامي في شهر رمضان وهي التزاور، يعني زيارة الأهل والأقارب والتجمعات العائلية تكون بساعات طويلة وفي مكان واحد، وهذا قد يزيد من احتمال نشر العدوى إما بالنسبة للسلالة القديمة أو السلالة البريطانية أو السلالة النيجيرية. دول خففت من إجراءاتها وأخرى شددتها بمنع صلاة التراويح موائد الإفطار والاعتكاف بعد تحذيرات الصحة العالمية من التجمعات الدينية التي قد تكون سببا مباشرا في انتشار العدوى، خاصة مع ظهور السلالات الجديدة وتراخي المواطنين في الإجراءات الاحترازية. الطقوس المتعلقة بصلاة التراويح كذلك تعتبر فرصة لنشر العدوى، لهذا ندعو إلى كل المواطنين في الوطن العربي وفي الأمة الإسلامية إلى ضرورة الالتزام بشروط الاستباقية المرتبطة بالوقاية من كوفيد-19 المتعلقة بالتباعد المكاني واستعمال المعقم، وخاصة التأكيد على استعمال الكمامة لنحافظ على حتى نعود إلى الصفر ونحافظ على استقرار الوضع الوبائي حتى لا ندخل في الموجة الثالثة مثل ما حدث في كثير من دول العالم. هذا وحذر مختصون من تفاقم الوضع الصحي في الدول العربية خلال شهر رمضان إن لم تحترم الإجراءات الاحترازية. في شأن آخر، ضمان الأمن الغذائي والخروج من التبعية الاقتصادية في المواد الاستراتيجية رهان أطلقته الحكومة الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الغذائي الوطني عبر تشجيع المستثمرين لخوض معركة الإنتاج بعد عقود من الركود عرفه قطاع الفلاحة. بعد عقدين من إطلاق مخطط للتنمية الفلاحية رصدت له ميزانية تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار، لا تزال الجزائر اليوم غير قادرة على تعقب مسار إنتاجها الزراعي ولا على تسويق إنتاج قطاع يشغل نسبة كبيرة من النشاطات الاقتصادية في البلاد، ناهيك عن ضمان اكتفائها الذاتي من المواد الغذائية الأساسية. عندها إمكانيات، نعطيك مثلا الطماطم تكون عندها إمكانيات باش ننجو ويكون عندنا فايض، للأسف الفايض هذا ما درناش تخطيط باش نديروا مصانع التحويل، والفايض تاعنا غالبا ما يروح للإتلاف. نفس الشيء للبطاطا، نفس الشيء للحوم البيضاء. الاستثمار الفلاحي أداة للتنمية الفلاحية والزراعة الغذائية، شعار جديد أتت به حكومة جراد للإعلان عن استراتيجية للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. في السياسة الأخيرة هذه البرنامج تاع 2020-2024 طرقوا لهذا الجانب، يعني كيفية تدعيم تطوير الجانب تاع التحويل، وللأسف يعني في الميدان ما شفناش، لأن هناك ما تجنى كميات ما شاء الله ولكن مصانع التحويل غائبة. بين مخطط التنمية ومخطط الاستثمار الفلاحي زمن ضاق فيه الجزائريون مرارة نذرة في المواد الغذائية وكذا غلائها، لتبقى مشاريع الحكومات المتعاقبة أفكار تنتظر التجسيد على أرض الواقع. في الاقتصاد دائما لا يزال ملف استيراد السيارات في الجزائر يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد الإفراج عن دفتر الشروط المنظم للعملية نهاية السنة الماضية. تعيد الحكومة اليوم النظر في المرسوم التنفيذي المحدد لكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. تقرير مريم العجل. بعد إفراج الحكومة الجزائرية عن دفتر الأعباء المنظم لعملية استيراد السيارات تمهيدا لفتح الأبواب أمام المستوردين ومواجهة ارتفاع الطلب في ظل توقف مصانع تركيب السيارات منذ 2019، ها هو اليوم يعود الملف إلى الواجهة بعد قرار الحكومة بتعديل مرسومه التنفيذي.
وقعدوا مع هذا الدفتر الشروط الحالي تاع سقوط 2020 حتما اسعار السيارات اللي رايحين يستوردوها المستوردين اللي رايحين اليوم جايين حتما حتما الاسعار سوف تكون مرتفعه جدا جدا جدا. تحديد مساحات قاعة العرضة، عدم السماح للمغتربين بالاستثمار في مجال استيراد المركبات في الجزائر، شروط قد تسبب في عرقلة سير هذا الملف. تحتر شروط لابد أن بعض البنود فيه تتغير، خاصة البنود المتعلقة بالمساحات المفروضة على المستثمرين واللي هي 6400 متر مربع شروط، وأيضا البند المتعلق بعدم السماح للجزائريين المقيمين من الخارج انهم يستوردوا السيارات، ايضا البند المتعلق بميشيليا الاوتوموبيل، كل هذه الامور هذه وغيرها ايضا لازم الى اعاده النظر فيها. سنة ونصف من الانتظار لتتوجه الحكومة لتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل وكلاء المركبات الجديدة في محاولة لتدارك تأخر الاستيراد بعد الفاحش والمضاربة في أسعار السيارات. ختاما، قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو أن هناك سياسة منتهجة لدعم انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاط الاقتصادي من خلال المساهمة في إنشاء مشاريعهم الخاصة. وأضافت وزيرة القطاع خلال نزولها ضيفة عبر الإذاعة الوطنية أن مصالحها منحت 1500 مشروع من القرض المصغر خصصت لهذه الفئة التي حققت نجاحات لافتة. 20 حوالي 1500 مشروع من القرض المصغر لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ما رانا نشوفوا فيها، لأني المعارض اللي راني نزور فيهم على مستوى الولايات اليوم راني نشوف يعني اللي تحصلوا على المشاريع في 2019 وال 2020 نجحوا، وكانت العينة من ولاية المندية وشفت من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تطلب التوسعة نتاعها بمشاريع نتاع الخياطة، بمشاريع نتاع عن طريق البراي. نهاية النشرة، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.